طبعا يوم رائع النهارده. طبعا احنا اول مطوشه كنا بنلعب 14 مباراه في اليوم. النهارده اليوم كان امبارح التصفيات، النهارده اليوم النهائي بتاع البطوله، اتلعب السيمي فاينل بتاع البطوله بتاع الثالث والرابع، وكان فاز في الفريق الروسي. وبعدين مباراه مهرجانيه، مباراة تاريخية من قدام لاعبي النادي الأهلي واللاعبين المختارين من الصفرات المنتصبة المختلفة. طبعا تنظيم وتكتيك على أعلى مستوى النهاردة، وبعد كده إن شاء الله هيتلعب الفاينل الساعة 8 بإذن الله. موجود السفير الألماني من الساعة من أول المباريات المهندس خالد مرتجي، سفارات من جميع دول العالم، وإن شاء الله التنظيم زي ما أنت شايف كده، في تيسير، في يسر، في أمن، في سعادة، في بهجة، الأمور كلها ميسرة. والحمد لله النادي الأهلي فرع الشيخ زايد ضمن النادي الأهلي لعائلتنا الكبيرة بيتزين لهذه البطولة، وإن شاء الله تنتهي على خير بإذن الله.